أهلا بكم. البداية من الملف اليمني، حيث ندد مجلس الأمن الدولي بالتصعيد العسكري خلال المعارك الدائرة في محافظة مأرب، داعيا الميليشيات الحوثية إلى إنهاء هجماتها، كما ندد بمحاولات الاعتداءات الحوثية على السعودية، وقال إن أعمال العنف التي تقوم بها الميليشيات تهدد حياة مليون نازح يمني، كما تهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في وقت تزداد حدة المجتمع أو وحدة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع. وميدانيا، يواصل الجيش اليمني تسجيل الانتصارات على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعد مقتل 30 عنصرا حوثيا في معارك غربية مأرب. كما أعلن الجيش عن أسر 23 عنصرا، فيما يستكمل تأمين 5 مديريات محررة في محافظة حجة. يأتي ذلك بعد مقتل وجرح عشرات المقاتلين الحوثيين بنيران الجيش اليمني قبل أيام خلال هجوم على مواقع الميليشيات في مديريات عبس، أسفر عن مصرع 28 عنصرا. وكانت الخارجية اليمنية قد أعلنت أن الميليشيات قبلت المقترح الأمريكي الأخير للحل بتصعيد عدوانها على المدنيين وفتح جبهات جديدة في مأرب وتعز والحديدة.